علي الصبح ما أقدر أقعد أصلي. ليش؟ شوية نومي كلش قليل، ومن أغسل وجهي بعد ما أنام. أي أي أصلي يعني الضحى هيك 7-8 هيك. فأنت خايفة مال الظهر والعصر والمغرب لا مضبوطة. أنت خايفة أنه نومتك تروح ما تقومين تصلين صلاة الصبح. إيه والله وعديتك. جاي صحيحة يعني الله سبحانه وتعالى. إيه والله شو. ما أدري شو أسوي، مو بيدي. مو بيدك شلون يعني؟ بيدك بس تخافين على نومتك، تقول نومتي تروح العزيزة هذه. اي بس انا يعني مضبوطة صلاتي صومي مضبوط، هسه عيوني رايحة صمت رمضان كلها، هاي السنين كلها صايمة رمضان. الله يعطيك العافية، حياك الله حجي. يعني الأخت يظهر أنه نومة الصبح عدا عزيزة كلش، أعز من الله وأعز من صلاتها، وهذا على حال تحاسب عليه يوم القيامة. تقول أنا إذا قمت أتوضى يعني راحت النومة، خلي تروح النومة حجي. يعني الله سبحانه وتعالى يقول على حال يطلبك للعبادة، يطلبك لطاعته، يطلبك للوقوف أمامه. أما أن والله نومتي ترجع النومة مو مشكلة، ما رجعت النومة يومين ثلاثة تتعلمين تتعلمين. أما هالشكل هذا دير بالك يا حجية، وأنت مرة كبيرة خافي من الله أكثر من خوفك من ذهاب النومة.